المسافة تحسب من آخر بيوت البلد، من آخر بيت في البلد. الأول الفقهاء كانت سابقا المدن مسورة، اللي لحق على مدينة مسورة يرفع يده. سيد مهدي، سيد مهدي الحين دول بصغروا روحهم، ما حد بيرفع يده. سابقا المدن مسورة، المدن مسورة، فيكتبون الفقهاء في رسالتهم العملية: مبدأ المسافة من سور البلد. الحين لو ترجع إلى كتاب شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للمحقق الحلي قدس الله نفسه الزكية، أو ترجع إلى كتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاني، يكتب مبدأ المسافة أو مبدأ حساب المسافة من سور البلد. الحين البلدان مسورة، والله راحت الأسوار، راحت الأسوار، لا يوجد أسوار. جاء الفقهاء الآن غيروا العبارة: مبدأ حساب المسافة من آخر بيوت البلد. أما مبدأ المسافة من بيته أو من حد الترخص، هذا ما حد قال به من الفقهاء أبدا، لا من السابقين ولا من الحاضرين. نعم، المكان الذي إذا وصلته وأردت أن تصلي وكنت قاصد السفر، تريد مسافر رايح المدينة رزقنا الله وإياكم الوصول، ووصلت إلى حد الترخص وتريد تصلي، تصلي قصرا، هذا المقصود به حد الترخص، المكان الذي لا تسمع فيه الأذان ولا تتمايز فيه الجدران، هذا يسموه حد الترخص. هذا بالنسبة لمن أراد له حكم، بمن أراد أن يصلي وهو ذا رايح قاطع مسافة يصلي قصر. الجديد في فتوى السيد القائد ليس في بداية المسافة، إنما في نهاية المسافة. هذا لربما الأخ فهم المسألة خطأ. نهاية المسافة كان السيد القائد يفتي بأن المسافة هي ما بين البلدين فقط، هي ما بين البلدين، ما بين البلدين. فأنت إذا طالع من بلد إلى بلد، إن كان ما بينهما مسافة تعتبر قطعت ماذا؟ مسافة. إذا ما بينهما ليس مسافة، إذا كان ما بينهما ليس بمسافة، فأنت تعتبر ماذا؟ لم تقطع مسافة. أنا طالع، طبعا هذه الفتوى يفتي بها السيد الخوي أيضا رحمة الله عليه وبعض الفقهاء، أنا طالع كمثال واضح عندنا الدمام، دمام مدينة ولا مي مدينة؟ مدينة. وأنا طالع منه من تاروت، مدينة تاروت، جزيرة تاروت، رايح الدمام. بين تاروت وبين الدمام اللي وصلت الآن إلى بالنسبة لنا إلى مدارس التهذيب، المحمدية عن مدارس التهذيب ولا لا، اللي وصلت إلى هنا، هل بين تاروت الآن والدمام مسافة شرعية؟ طيب إذا المسافة هي فقط ما بين البلدين وأنا رايح الدمام، هل يعتبر إذا رحت الدمام قطعت مسافة؟ لأن المسافة يقول فقط ما بين البلدين، بالتالي ما قطعت مسافة. طيب أنا مو رايح بداية الدمام، أنا رايح نهاية الدمام، يقول لك هذا مشيك ده
ما نحسبه على المسافة، لأن قلنا لك المسافة فقط هو ما بين البلدين، داك لا تحسبه، لا تخلط من المسافة، خلاص يصير لغو. كل ما مشيت داخل الدمام يعتبر ماذا؟ ما له علاقة بالمسافة، ما دام قال لك مرجعك المسافة هو ما بين البلدين فقط. الجديد الذي تغير الآن السيد في فتوى أطال الله في عمره الشريف أنه قال الآن المسافة هي إلى المقصد، باعتبار المقصد، باعتبار المقصد وليس ما بين البلدين. أنا رايح الدمام مو أريد الدمام بما هي، وإنما رايح محل خاص في الدمام، مقصد معين في الدمام، رايح مستشفى، رايح الميناء، رايح مثلا محل معين، عموما جامعة معينة في الدمام. فأقصد من آخر بيوت تاروت إلى ذلك المقصد هل يشكل مسافة شرعية ولا ما يشكل؟ فإذا يشكل يعتبر قد قطعت مسافة، ما يشكل ما قطعت مسافة.